انا تلميذ اسمي سعد ايمن، انا حاب نشاشه تعليم متوسط، لكن انا حطيت روحي ما نعجبش وكنت في ظروف غير ملائمه، لكن جيت المستشفى طالوا بي وفروا لي كل الظروف الملائمه، واشكر الطاقم الطبي الذين رافقوني في هذا الامتحان، واشكر الاساتذه الذين حرصوا علي. حتى كنت في المستشفى كنت راجع، وكانت ترفق في امي وكانت تحكم علي بطن امي في الصباح، كنت راجع الحمد لله ما كنتش عم بالي بلي نعقب شهادة تعليم متوسط، لكن نفر لي كل الظروف لاجتياز. نتمنى نجاح ونخرج من المستشفى ونرتاح، وإن شاء الله نرتاح. نتواجد الآن بمركب الأمومة والطفولة، حيث تم استحداث مركز إجراء لامتحان شهادة التعليم المتوسط لفائدة ابننا التلميذ سعال أيمن الذي أصيب بوعكة صحية استلزمت تواجده بالمؤسسة الاستشفائية، وحتى نضمن حقوقه في إجراء هذا الامتحان، وبالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرية الصحة للولاية تم استحداث هذا المركز الذي جهز بكامل المستلزمات التي تجعله على غرار بقية المراكز النمطية. والآن ابننا التلميذ أيمن يمتحن في أحسن الظروف، نتمنى أن يكلل امتحانه بالنجاح وأن تكلل فترة استشفائه بالمستشفى بالشفاء العاجل إن شاء الله. أيضا بالنسبة للتلميذ المتمدرس والمترشح لاجتياز شهادة تعليم متوسط والمقيم على مستوى مصالح المؤسسة في مصلحة طب الأطفال، كل الظروف جهزت من طاقم طبي وشبه طبي، كذلك من أدوية أجهزة طبية للتكفل بالتلميذ المقيم على مستوى مصالحنا، كذلك تم تجهيز مكتبين، مكتب خاص باجتياز الاختبارات ومكتب خاص بلجنة الإشراف ورئيس مركز الإشراف على الامتحانات المنتدبين من طرف مديرية التربية. التلميذ على مستوانا في خلال هذه الأيام سوف يتم التكفل به من طرف أطباء المؤسسة في كل دقيقة، الطاقم الطبي هو يرافق فيه، والحمد لله كل الظروف مواتية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.